في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 394 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 22 مديرية أمن. والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 203 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 71 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 746 قطعة سلاح ناري أبرزها 86 بندقية و72 بندقية آلية و40 مسدساً و548 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و87 خزينة إضافة ل 1127 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 463,935 حكماً قضائياً، من بينهم 1658 حكم جناية، 167,524 حكم حبس، و228,809 حكم غرامة، و65,944 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 22 متهماً قاموا بارتكاب 61 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 81 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 122 متهماً، كما تم إعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1161 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها ما يقرب من 140.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 5 طن من نبات البانجو المخدر وكمية من بذور الخشخاش الأفيون وزنت 225 كيلوغرام وكمية من بذور القنب البانجو وزنت أكثر من 130 كيلوغرام وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 36 كيلوغرام إضافة إلى أكثر من 8.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وكمية من مخدر الأيس الشابو وزنت أكثر من 15.5 كيلوغرام وعدد 9266 قرص مؤثر و70,629 قرص ترامادول مخدر، كما تم إبادة 65 فدان منزرعة بنبات القنب البانجو، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 194 مليون جنيه. وتم ضبط 4 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.